مرة أبو سلمان. بالعكس يعطي ويوفي وكذا، بس الواحد بهالايام هذه يشوف يسلف الشخص اللي عنده فلوس، يعرف انه رجال شغال عنده فلوس عادي هذا يوفي يعني عنده. اما بهالايام هذه الواحد التوازي يروح يتسلف ويقول لك هو ما عنده، ما راح يجيب فلوس، بس يقول لك يمكن ربي يفرجه، فاهم؟ وعاد انتظر لين ربي يفرج عليه. الله الله والله العظيم الاوضاع صايره مش ولا بد. ابى اسالك سؤال الحين يا طويل العمر، شو اسمه، اذا انا قدمت تاشيره للموظف بنغلاديشي الحين، اذا بفوض مكتب، اذا بفوض مكتب يعني لازم افوض مكتب هناك، يا اخي كلمت واحد قلت له فوض لي مكتب، يقول لي ب 900. ادخل على موقع وزاره الخارجيه وافوض المكتب، ليش 900؟ فصحيح المبالغ هذه الاشياء هذه ولا ايه؟ كان 900 جلطني يا اخي. طيب انت بالبيت شكلك ما رحت الدوام اليوم. طيب على فضاءتك يوم تشوف نفسك فاضي ارسلت لك صورة استمارة حق سيارتي، لما تشوف نفسك فاضي كذا تبي تطق لك سيجارة وكاس شاي، شوف لي اذا حصلت لي تأمين رخيص وكويس، يعني ارخص واحد، عرفت حبيبي ابو سلمان؟ طول لي عمرك حبيبي. انا عند 38 قدامك.